إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم صدق الله العظيم. القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي نتعبده بتلاوته. أنزله سبحانه وتعالى على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون معجزة الإسلام الخالدة. وأول ما نزل منه في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والقرآن الكريم نص معجز، ومن ألوان إعجازه إنه في إعجاز بياني لا يستطيع أحد من البشر ولا من الجن أن يأتي بمثله أبدا. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو اجتمع الإنس والجن على ذلك، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ما استطاع. القرآن الكريم يعني تحدى العرب زمن النبوة، والعرب أهل فصاحة وبلاغة وبيان. لما اتهم الكفار سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه كذب على الله وافترى عليه القرآن، حاشاه صلى الله عليه وسلم، هم قالوا كده على النبي عليه الصلاة والسلام، حبوا يشككوا في الوحي وصدق ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأمر الله تعالى حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يرد على كفار قريش ويطلب منهم، وهم يعني أرباب
الفصاحة والبلاغة والبيان أن يأتوا بمثله، طالما أنتوا عمالين بتقولوا أنه اللي افترى هذا الكلام هو محمد وهو بريء وبراء من ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهاتوا صور زي اللي هو أنتوا بتقولوا أنه قالها. فتحداهم أن يأتوا بعشر صور مثل القرآن كما قال الله تعالى في كتابه، أم يقولون افتراه، بيقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه افتراه، أنه ألفوا نسبه إلى الله، أم يقولون افتراه، قل، أي قل لهم أيها الرسول الكريم، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لما اتهم المشركون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو من ألف القرآن الكريم حاشاه صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة الفرية دي مش بس مشركين قريش اللي قالوها، ده حتى في الأزمان وفي العصور الحديثة في باب الاستشراق اللي هم العلماء اللي بيبقوا من الغرب اتكلموا عن المسألة دي برضو، وكانوا بيأمضوا حياتهم كلها في دراسة القرآن وتاريخ القرآن ومتى نزل القرآن ومتى دون القرآن، وأسماء كبيرة جدا جدا تكلمت من أهل الاستشراق الغرب اللي درسوا أو من غير الناطقين باللسان العربي ويدرسوا اللغة العربية وتاريخ القرآن وتاريخ نزول القرآن وتاريخ تدوين القرآن، وانبروا في إن هم يفندوا كل حاجة تقول إن ده وحي عشان يقولوا إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه يقولوا إن هو ألف القرآن ده. يعني هذا فريق من أهل الاستشراق كبير جدا اتكلم في هذه المسألة. فالقرآن بيخال رسالة الله للعالمين، الكلام ده مش للعرب قريش بس، وقديما وحاليا ومستقبلا نبه القرآن الكريم إلى أنه لو كان هذا النص الحكيم من صنع بشري، يعني أن أنتوا بتفتروا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو من قال هذا الكلام، فنبه لو أن النص ده من صنع بشري كما يزعمون، فعليهم أن يأتوا بعشر صور مثل هذا القرآن. هم اتهموا النبي بافتراء القرآن الكريم مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش شاعر، لم يقول الشعر صلى الله عليه وسلم، هم من كانوا ينسجون القصائد في ذلك الزمان ومبدعين في هذا المجال، لكن مع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. فتحداهم أن يأتوا بصورة واحدة مثل القرآن. مش قادرين تجيبوا عشر صور، طب هاتوا صورة. مش بتقولوا افترى هذا القرآن حاشاه صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في كتابه، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فالقرآن كده رسم منهج مش بس لكفار قريش أهل البيان والفصاحة واللغة، إلا حتى الكفار منهم أذعنوا واعترفوا بأنه بعظمة هذا النص الكريم. لا، ده كمان القرآن حط منهج لكل من يطعن في القرآن، اللي بيقول إن ده تأليف بشري، طب هات تقدر تجيب عشر صور، تقدر تجيب صورة. لم يستطع كفار قريش ولا من أتى بعد كفار قريش. القرآن حط منهج علمي دقيق، رد القرآن الكريم بكيد المشركين وجميع الحاقدين في كل زمان ومكان أن يأتوا بمثل هذا النسيج الفريد القرآن العظيم. لم يستطع كفار قريش، وعجز المشركون وكل من ادعى دعواهم، عجزوا أمام إعجاز بياني، لأن النص بيؤكد وعبقرية هذا النص وقدسية هذا النص تؤكد على أنه وحي يوحى، وأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رسول مرسل، فهو إعجاز النص كله إعجاز بياني كريم يؤكد على قدسية القرآن الكريم وأنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وزي ما النص القرآن الكريم فيه إعجاز بياني تحدى به العالمين، ضم كذلك إعجازا علميا واضحا. القرآن كله إعجاز، يعني من ضمن ألوان الإعجاز في القرآن الإعجاز العلمي، كي ينبه العلماء إلى أسرار الكون العظيمة والدقائق في هذا الخلق العظيم،
اللي ربما لم تصل إليها النظريات العلمية إلا بعد أن نبه إليها الخالق العظيم في قرآنه الكريم رسالة الله للعالمين، ليبحث وينقب أهل العلم وأهل التخصص في إشارات القرآن الكريم العلمية في مختلف المجالات اللي يعني ذكر فيها القرآن إشارات حقائق علمية دقيقة، لأن ما يذكره القرآن حقائق، إحنا بالنظريات بقى العلمية عن طريق المتخصصين إما بنصل إليها أو بنقرب نصل منها أو لسه لم نصل إليها وهكذا. وده بيدل، هذه الحقائق العلمية اللي بيحويها النص الكريم بيدل على عظمة هذا القرآن وجلال وأسرار علوم كلام الله الواحد الأحد الذي لم يخلق شيئا عبثا جل جلال الله. هذه الباقة التي نحن في صحبتها في سورة الأنبياء كانت تستلزم المقدمة اللي احنا ابتديناها، لأنها بتتحدث عن أحداث نهاية العالم وكيف سينقضي هذا الكون وإزاي حيختل نظامه في اليوم الآخر. والمشهد ده اللي بتعرض له سورة الأنبياء لا يخلو بلا شك من إشارات علمية دقيقة فيها بلا شك إعجاز علمي واضح، وده واضح قوي في حديث السورة قرب ختمها حول قضية طي السماوات في أحداث نهاية الحياة الدنيا وانقراض الكون، في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولما بنقول الإعجاز العلمي للقرآن الكريم إحنا بنقصد بيه إيه؟ بنقصد بيه إخبار القرآن الكريم بالعديد من الحقائق العلمية اللي كانت مجهولة للبشرية في زمن نزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العلم لم يثبت هذه الحقائق، لم يكتشف هذه الحقائق إلا في الوقت الحاضر أو قبيل الوقت الحاضر، يعني في القرون الأخيرة دي. وهذا الإعجاز العلمي مع الإعجاز البياني وغيرهما من ألوان الإعجاز المتصل بالنص الحكيم دليل قاطع على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إنه بتضم صور القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم الكثير والكثير من صور الإعجاز العلمي التي أثبتها العلماء، لأنه ورد العديد من الحقائق العلمية في القرآن الكريم زي ما قلنا لحضراتكم أخبر الله تعالى بها في الآيات والصور القرآنية الكريمة. ومن هذه الحقائق العلمية ما أطلعتنا عليه سورة الأنبياء حول قضية أسرار خلق هذا الكون، ودي كانت في الثلث الأول من السورة، يعني كانت حوالي كده في الآية 30 من سورة الأنبياء كما في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. دي جاية في الآية 30 من سورة الأنبياء، وقرب ختام السورة اتكلمت سورة الأنبياء عن أسرار نهاية هذا الكون، نهاية الكون واختلال النظام بتاعه وإزاي أحداث يوم القيامة، كما يوضح قول المولى سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. البداية أشارت إليها السورة في بدايتها، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن وعدا علينا إن كنا فاعلين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر،
اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. حضراتكم ننبه سريعا على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا، بنتواصل من خلالها مع حضراتكم، بناخد الأسئلة وبنجاوب عليها كل يوم أربع. بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت للثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة حضراتكم على الهوى، وبنجتهد قدر الطاقة إن احنا نجاوبها في نفس الحلقة. ويوم الأربع من كل أسبوع بيكون للرد على الأسئلة اللي بتفد على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة، مع عرض كمان فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، في فرحة وبشرة حبيت أن حضراتكم تشاركوني فيها، وبرضو عشان نشكر كل من له فضل وحق علينا في الوصول إلى إتمام هذا العمل. إن شاء الله تفسير سورة الأنبياء اللي عشت مع حضراتكم، وربنا شرفني وده فضل ومنة أني أكون في خدمة النص القرآني الكريم، وعشنا مع حضراتكم فوق السنة، ما زلنا في رحاب التفسير الموضوعي لسورة الأنبياء، ولسه خلاص إحنا على وشك ختامها، وإن شاء الله نبدأ تفسير سورة الحج عقبها إن شاء الله. إن شاء الله التفسير مشترك وداخل في معرض الكتاب، وطبع بفضل الله سبحانه وتعالى. سورة الكتاب هتكون أمام حضراتكم، تفسير سورة الأنبياء ضمن سلسلة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم. طبعا الكتاب بشكل موجز، احنا طبعا في خلال الهوى استفدنا وطوفنا شرقا وغربا نفس المنهج، لكن بصورة تتناسب مع التفسير المكتوب، والحمد لله الكتاب في معرض الكتاب السنة دي، وده من فضل الله علينا. لازم أشكر كل من له فضل وحق، الحقيقة لازم أشكر إدارة قناة أون، وأشكر كمان إدارة المتحدة، لأنه لولا التيسير اللي هم حبوني بيه وقت ما ابتديت أن أنا أكتب التفسير، ما كنتش أقدر أني أتم كتابة التفسير، لأنه طبعا ده بيحتاج وقت ومراجعة. طبعا أنا بكتب يوميا وبذاكر يومين اللي بنطلع نقوله لحضراتكم على الهوى، لكن الكتابة اللي هتبقى بشكل فيها تخصص إثبات المراجع والمصادر، كل الموضوعات اللي احنا كنا يعني بناخدها مع حضراتكم، والتحقيقات العلمية واللغوية، كل ده مثبت بالمراجع والمصادر في الكتاب، كان بياخد وقت. المعونة منهم كانت الحقيقة شديدة جدا، يعني وفروا لي وقت، حاولوا ان هم يعاونوني بحيث ان انا اقدر يعني اكون مع حضراتكم على الهواء، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اتم كتابة التفسير بصورة يعني دقيقة، واقدر ان انا اراجعه قدر الطاقة. فلازم كنت اشكر كل من له فضل وحق، بشكرهم مرة تانية، وبشكر اسرتي برضو لان هم عاونوني بصورة كبيرة في ان انا اقدر اتم هذا العمل، لان طبعا كنت ببقى في انعزال بسبب الكتابة والتحقيق العلمي، ولإصدار هذا الكتاب بصورة يعني نأمل وأتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يكون منها النفع العظيم للبلاد والعباد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني ويديني القوة والمدد والفتح، أمنية أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يعطيني إياها، أني أتم تفسير القرآن الكريم مكتوب
وأيضا مشاهد من خلال حلقتنا حلقات قلوب عامرة. فأتمنى على الله سبحانه وتعالى أنه يعني على هذه المهمة ويشرفني بيها، شرف خدمة القرآن الكريم شرف عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أني أن أنا أكون أهل له، والحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات. ونبدأ ناخد أسئلة حضراتكم معنا. السلام عليكم أستاذ مصطفى. أهلا يا أستاذ مصطفى. أهلا بك يا فندم. إزاي حضرتك؟ كل سنة طيبين الأول. وربنا يديك طيب. الصحة. آمين. على ما بتعمليه معانا والله. آمين يا رب. تفضل. ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب. اللهم آمين. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تفضل. معلش أنا في استفسار عند حضرتك. تفضل. الله يكرمك. حضرتك قصرتي بالنسبة لموضوع زكاة الذهب. قلتي على عيار 21. نعم. أنا أعرف يعني كمفهومي أنا الحالي. نعم. إن عيار 21 ده مصنع، يعني دخل عليه نسبة نحاس. نعم. الذهب يعني ما هوش ذهب صافي زي مثلا عيار 24 أو السبائك. نعم. خدت بال حضرتك؟ فأنا ما أعرفش بقى هل فعلا ناخد بهذا المقدار مع العيار 21 ولا هيبقى مقدار أقل مثلا في عيار 24 ولا نفس المقدار في عيار برضه 24. قصد حضرتك مقدار اكتر في العيار 24 مش مقدار اقل؟ لا 24 طبعا ونسبته عاليه. هتبقى حضرتك بس حضرتك بتقول مقدار اقل ناخده على نفس القيمه ولا على مقدار 24 ولا عيار هناخد قيمه اقل على اساس انه ايه سعره هيبقى 24. بس انا مش عايز اعمل موازنه، لا انا بقول له هو الفتوى جايه اساسا اللي حضرتك قلتيها. نعم. هي المفروض 21 صح ولا 24؟ حاضر. هو بس ان انا عايز استفسره على الله. حاضر يا استاذ مصطفى، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. استاذه فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف مبروك على الكتاب. الله يبارك في حضرتك. ربنا يجعل حضرتك كده عونا لينا يا رب. اللهم امين يا رب. اتفضلي يا فندم. هو انا فضل. ممكن اقرا قران؟ اتفضلي. عايزه تقري ايه؟ هقرا من سورة البقرة، في أول سورة البقرة. تفضلي مع حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريهان مقبوضة. فريهان مقبوضة. فريهان مقبوضة. أنت عندك ضمتين. ضمتين تنوين. ضمة وضمة هتلاقيها ليها رسم معين في المصحف. فريهان مقبوضة. مقبوضة. تمام. أنا هعمل هنا إيه؟ وقف. فريهان مقبوضة. فريهان لا مش نن. فريهان رهان مقبوضة. حضرتك بتدرسي تجويد، بتقري على حد ولا لسه؟ لا لا بقرا لوحدي. بتقري لوحدك. اه تمام. طيب بس احنا عايزين نبتدي عشان مهم. حاضر. تمام. طب ممكن ارجع خطوتين بس في التسمية لما اجي اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ودي الحروف حقها ما جريش. حاضر. وعندي حاجة اسمها التوسط، تابعينا برضو على الكتاب، التوسط في الميم وانا بقف عليها مقدار ليها مقدار زمني حركة، فاقول رحيم. حاضر. يلا تاني. بسم الله. أكمل. بسم الله. فإن أمن لا بعض. ابتدي لي من أول التسمية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إيه نسيتي؟ يا أستاذة فاطمة. نعم حلو. أنت وقفتي ليه؟ كملي. حاضر. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. فإن أمن بعضكم بعضا فإن بعضكم بعضا 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 مش بعضا، ما ببينش النون هنا. بعضا بعضا فليؤدي. بعضا أي بعضا بعضا فليؤدي. بعضا لا مش ضن، ضن فليؤدي. بعضا فليؤدي.
انا مش سامعه. مش سامعاني؟ مش قوي. طب بصي يا فاطمه، عشان يعني انا مبسوطه ان حضرتك يعني بتحاولي، ده شيء جميل، بس انا عايزاكي شكرا لحضرتك تبتدي تحاولي تقري على حد، يعني حتى لو عن طريق البرامج اللي بتنزل على، يعني لازم تحاولي تقري على حد، لان ده مهم عشان اضبط مخارج الحروف والاحكام كمان. انما انا كده بحس القران يعني احاول بقى محاول اخد استقطع جزء من وقتي اتعلم بس ازاي اقرا القران صح. حاولي تابعين على الكتاب قدر الطاقه، لان الكتاب انا مبسطه خالص بصوره يعني قد يعني ما استطيع في التيسير، مش بس للاطفال وحتى للمبتدئين في تعليق اللي لسه بيبتدوا في تعلم كيف يتلقى القران الكريم. فحضرتك تابعينا، واللي بيتمرن على جزء عامة بيقدر ينطلق بعد كده على سائر القرآن. قدر الطاقة حاولي تابعينا لغاية ما تشوفي برضو حد، لازم تقري على حد يا ست فاطمة. يا أستاذة زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي دكتور عاملة راجي؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. الحمد لله. بص أنا عندي معايا ود عنده سنتين صار عليه مية، مش عارفة يعني أغلع الهدوم ولا أعملها مية ولا. تمام، ما بتحطليش بتحطي له حفاض ولا حاجة، ولا الحفاض بتاع زمان قماش يعني فبيسرب؟ إيه؟ بتحطي له حفاض، بتحطي له شيء يمنع، ولا هو ساعات يسرب، ولا ده الدائم بتاعي؟ لا هو صغير اثر على نفسه يعني، وانا عايزه اشيله. وانت فانت بتكلمي اغير اللي انا لابساه ولا اعمل ايه؟ ولا امسح ميه يعني عادي. حاضر. قولي سؤالك الثاني. سؤالي الثاني، انا علي ايام يعني بتاعت رمضان، رسمت منهم يعني شيء وفاضل شيء، عاد اصوم على كده في رجب ولا؟ ما عايزه تصوميهم في شهر يعني رجب؟ عادي اصومهم في رجب. طب وايه المشكله؟ يعني عادي ولا لا؟ عادي، مفيش اي مشاكل. حاضر، هرد عليكي برضه. ماشي يا ست زينب. معانا نوره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ربنا يجازيكي خير والله. امين امين ربنا يكرمك يا رب. امين يا رب امين. انا حضرتك متزوجه بقالي 17 سنه. ايوه. وفجاه كده اكتشفت ان زوجي على علاقه بحد يعني، وانا الحمد لله يعني بصلي والحمد لله ربنا مديني قدر كده من الصبر يعني. انا مدياله فرصه يعني، بديله فرصه ان هو يصلح العلاقه ما بيننا وان هو ينسى الموضوع ده، انا حاساه مستمر فيه، فمش عارفه اعمل يعني ايه. علاقه كلام يعني ولا واصله ابعد من كده؟ كلام، وواصل ان هو ممكن يتزوجها يعني وكده. يعني هو متزوج؟ لا هو يعني عايز يتزوجها. طيب طبعا انت عندك اولاد يا نوره؟ عندي ولد وبنت. طب انت اتكلمتي معاه بوضوح في الامر ده؟ يا مثلا صارحتيه قلتي له وضعك ايه؟ اتكلمت والله، وقال لي في الاول ان هي نزوه، وقال لي ان هو هينسى وكده، بس انا حاساه لحد الان ان هو برضو مستمر معاه في الكلام. طبعا انا اديته فرصه مره واتنين ان انا مش عايزه اخرب البيت وان انا امشي، احنا الواحد سنه يعني مش صغير، فمش عايزه برضو الدنيا تبوظ عشان خاطر. طب انت افترضي معي ان هو تزوج، انت هتعملي ايه؟ يعني ايه قرارك اللي انت ناويه تاخديه؟ بصراحه يعني انا عايشت نفس الاحساس دوا، مش حاسه ان انا نفسي هبقى قادره مستحمله. يعني انا حسست نفسي. انت عندك لو اكتشفتي ان هو يعني تزوج بامراه اخرى، السلاسه في انك تنفصلي انت واولادك؟ بالظبط. عندك السلاسه دي يعني؟ عندك عندي لان انا بقالي شهر ومستم يعني حس يعني قلت حتى ايه اجرب ان انا يبقى الموضوع ده موجود وكده، فمش قادره بصراحه، مش قادره. يعني انت سؤالك تحديدا متقبله الموضوع ده؟ طب سؤالك مش تحديدا عارفة إيه؟ اعمل ايه يعني؟ انا انت هو يعني انت مش واخده قرار نهائي، انت رايحه جايه في قراراتك. بالظبط، لان هو مش مرسيني على هو عايز ايه. هو مره يقول لي لا خلاص، وبعدين اكتشف بالصدفه ان هو بيتكلم، ومره يقول لي لا. وانت عرفتي مين دي يا نوره؟ يعني ايه اللي مخليكي متاكده ان هو هيتجوزها يعني؟
هو يعني طيب اكيد خلاص، ان هو حاضر يا نور، فمش حاضر، ربنا ان شاء الله يصلح الاحوال. استاذ جاسر، يا استاذ جاسر، السلام عليكم. استاذ ياسر معذره. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يا استاذ ياسر، ازيك يا دكتوره ناديه؟ الحمد لله يا استاذ ياسر، الحمد لله. والله انا كان في مشكله بس كنت عاوز احكيها لحضرتك، مش اتفضل. مشكله وموضوع يعني. اتفضل يا فندم. هو انا ليا اخ كان بيتعاطى مخدرات، تمام؟ ايوه. وبعدين والدتي ودته المصحه بدل المره ثلاثه وهو مش عاوز يبطل، ومتجوز وعنده مراته وعنده بنته، ومش راضي، مش راضي يعني يتظبط او يتعدل او مش عاوز يمشي للطريق الهدى. فانا مش عارف بس حضرتك اعمل ايه وياه، ومش عاوز يبدو يودي بنته المدرسه، ولا عاوز يصرف على البيت، ولا عاوز يعمل اي حاجه. مش فده حله ايه حضرتك؟ ما هو مش فايق، مش لازم يفوق عشان يعرف يشتغل ويصرف. هو مش فايق، هو مش في الدنيا لسه، لازم يبقى في الدنيا عشان يعرف معنى المسؤوليه ومسؤوليه مراته. ويمكن هو ما تمش علاجه. لا هو هو حضرتك يعني والدته يعني هو كان بيقعد شغال في الالموتال، يعني هو بيقعد في وبعدين المصحة. والدته جابت له عربيه يشتغل عليها، فهو بيشتغل من العربيه وبيجيب من فلوس العربيه مخدرات وما بيشربش على بيته. ايوه، عشان هو ما ت... يعني عشان يعني عشان عشان هو ما تمش علاجه مظبوط. ما حضرتك هو كان بيروح بيقعد بالست شهور وبالسنه وبالثلاث شهور، ما وكان ولا بيخرج يبقى كويس هرد. بيصلي وكويس، وأول ما بيخرج يقعد أسبوع وبعد كده يرجع تاني لنفس الموضوع ده. حاضر يا أستاذ جاسر، هرد على حضرتك. الست أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني يا دكتورة؟ أهلا وسهلا يا ست أم عبد الله، الحمد لله. بحبك جدا والله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وربنا يجمعنا على منابر من نور يا رب. اللهم آمين. يا رب. بعدين حضرتك أنا معايا سؤالين ومعايا طلب. أول طلب عايزاك تدعي ربنا يكرمني إن أنا أحمل. ربنا ان شاء الله يطعمك بالذريه الصالحه، بنين وبنات صالحين وصالحات من اهل القران الكريم، حفظا وتلاوه وعملا واقراء. اللهم امين، عاجلا غير اجل. اللهم امين. امين يا رب. اللهم يا امين رب. سؤالي لحضرتك، انا اتفضل. حاسه اللي حواليا، هو مش حاسه، انا متاكده ان كل اللي حواليا ما بيحبنيش وما بيجيش الخير. ان كل اللي حواليكي مش بيحبوكي؟ كل اللي حواليا يعني مش عارفه ليه؟ هما بيحبوا شكله معاي. لو عملت خير يعني عملت اي حاجه كويسه مش بيذكروها. ما يمكن هم في العيب فيهم هم مش فيا انا. ما انا عارفه كده، انا عارفه ان ممكن يكون حتى لو انا لما بطلب حقي من ميهم يعني اي حد كبير ممكن يزن على ودانه وما يخلوش يدي لي حق ويطلعوني انا اللي غلطانه. فانا تعبت من الحته دي، تعبت يعني. انا رحت لاخويا، رحت لاي حد كبير برضه ما فيش فايده، بيطلعني انا غلطانه لحد ما انا دلوقتي حاسه ان ربنا ممكن يعني حاسه يكون ربنا زعلان مني، مش شوفي عارفه يعني. شوفي عندي احساس شوفي كده. شوفي يا ام عبد الله، انا قلت لك في الاول ايه العيب يبقى فيهم ما يبقاش فيا، عشان ما تتزعزعش ثقتك بنفسك. انا عشان كده قلت الكلمه دي، فانا مش حاسه ان انا استرضي ناس، او ان انا مش عايزة. طالما انا ماشيه مظبوط، ده اللي يهمني، ده اللي يهمني. هرد عليك يا ست ام عبد الله، بس ما تدخليش نفسك في اجواء انه لا ده انا كمان ربنا اكيد مش راضي عليا عشان الناس. ما يفرض الناس دي معوجه، انا مستنيه رضا المعوج عليا؟ ناس اهل باطل مش اهل حق، هستنى رضاهم عليا ازاي؟ ف يلا يا امه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. ربنا يبارك حضرتك يا دكتور، ربنا يكرمك يا رب. عايز حضرتك تدعي لنا اولا ربنا يدينا ويدي اولادنا، وعايز اسال حضرتك على دلوقتي في اخت معينه بتطلب مني ان انا اسال حضرتك على. معلش صوتك مش واضح ليه يا ست أمة الله، فعايزة حضرتك توطي التلفزيون. اسمعيني من التليفون. أنا حضرتك في أوضة لوحدي. طيب بس يوطوا هما التلفزيون برضه، اتفضلي حضرتك. طيب دلوقتي في أخت طلبت مني السؤال ده، ضروري أسأل حضرتك عليه يعني. هي بتعمل جمعية، تمام؟ جمعيات مختلفة، فبتقول مثلا إن أنا هقبض الجمعية في هقبض مثلا حضرتك داخلة جمعية معايا، هقبضك الدور مثلا العاشر. بس هي بتقبض الدور ده في الاول، ما بيجي باشر، على اساس ان هي فلوسك دي اللي هي بتدفعيها حضرتك عندها بتبقى موجوده عندها، بتقبضها هي الاول مثلا، بس لما بيجي الدور بتاعك بتاخديه في الدور العاشر عادي، انت او غيرك او غيرك، فبتوفي الامور لحد ما تنتهي الجمعيه وتبتدي الجمعيه، يعني الدنيا طب ماشيه معاها على كده. وهي ليه بتحتفظ بيها عندها؟ هي بتحتفظ
احيانا بتسد، يعني هي بتستعملها هي لنفسها او حد بيستلف منها مثلا، هم عارفين ان هي مثلا ما ممكن ان انا اقبض منها افرضي 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 الفلوس دي ضاعت. لا هي مأمنة نفسها في الموضوع دوت، الفلوس يعني تقول لك في لو حصل اي مشكلة في حد هيسد الفلوس دي عني. يعني الفكرة دلوقتي ان في مثلا والناس فلان ده، الناس اللي بتعمل الجمعية معاها ومشتركين معاها عارفين انها بتعمل كده؟ لا طبعا، هو كل واحد عارف ان دوره في ميعاده وبياخده، ما حصلش اي مشاكل في خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، بس هي أمنتني ان انا اسأل حضرتك، ان يعني بتقول لك انا ضامنة عمري ماشي، بس انا لو حصل حاجة في ليه؟ ما هو في ده لازم الضامن للحق ده يكون احنا معلوم. ما هو لا ده حق الناس مضمون، مثلا لو هي جرالها حاجة يعني هي زوجها لما هي لما هي معاها فلوس اصلا ليه هي بتعمل كده برضو؟ ما انا مش هي فاهم. لا هي بتبقى مثلا تقول لك انا الفلوس دي موجودة معايا، بس هي بتاخد الفلوس ممكن دي كأنها بتستثمرها او حاجة؟ هي مش بتستثمرها ولا حاجة، بس بتبقى موجودة معاها في البيت كزيادة او احتياط لنفسها ولغيرها، لو حد مثلا طلب فلوس او كده يبقى معروف ان هي مثلا متيسره شويه، فهي بتصرف وتحط وتشيل وتحط وتشيل، فهي برضو بتبقى قلقانه شويه من الحته دي، بس لو حصل اي شيء في حد طب هيدفع الفلوس هي ويكمل. طالما هي بتقول ان الحاجه مضمونه وهي عماله تحط وتشيل في فلوس الجمعيه من الناس، طب هي بتبعت ليه تسال؟ هي قلقانه من حاجه ما هي قلقانه صح؟ بتقول لك يعني مثلا كده غلط، طيب المفروض ان كده حرام عليا، خلينا نشوف ربنا يستر. واحيانا برضه حاضر. ممكن تقول لك لو خدت الفلوس دي حطيتها مثلا في بورصه بتكسب او في بنك ايوه، ما هو ده اللي انا عايزه اوصل له من بدايه السؤال، هي من اخر مش قصه انا شايله الفلوس معايا، هي عايزه تستثمر الفلوس. هي مش دايما بيبقى كده، لا مش كل هو الاوقات كده، بس هو ده الاساس، هي السؤال ده اساسه هي عايزه تستثمر الفلوس، مش فكره يبقى معايا فلوس وافك الزنقه واستعملهم ومش عارف ايه وبتاع، لا هو الاساس اللي عايز اوصل له من السؤال استثمار هذا المبلغ. امال هي شايلاه ليه؟ لما هي معاها فلوس تقدر تفك الزنقات وان في حد جاهز انه يسد، مش مفهوم الكلام ده. طيب هنطلع الفاصل وبعدين ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. اللهم يسر ولا تعسر. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتها؟ قلت: بلى، جعلني الله فداك. قال: إذا وقعت في ورطة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء. والورطة بفتح الواو وإسكان الراء هي الهلاك. اهلا وسهلا بحضراتكم. استاذ مصطفى بيقول احنا بناء يعني بالنسبه لزكاه الذهب على عيار 21 هو الاصح ولا على 24؟ لانه بيقول انه الذهب عيار 21 كان نسبه النحاس فيه اعلى وهكذا. اخي الفاضل، العيار زمان كان 23.5 اللي احنا بنسميه دلوقتي 24، بعدين حصل نقاش كبير جدا بين السادة الفقهاء وتغير الاجتهاد وتغيرت الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى عيار 21، لأنه هو الأكثر أو أضبط العيارات، وكل ده مبني على يعني هو أضبط العيارات بمعنى أنه لا الـ 24 هو أخلص، يعني أكثر أخلص في الناحية الذهبية فيصير النصاب أكبر، ولا هو الـ 18 اللي بيختلط بالنحاس بشكل يعني مش هي أساسها كده، بيبقى فيه تعاون علمي من جهة العلماء التشريع علماء الاجتهاد وما بين أهل الاختصاص في الصاغة، بحيث نوصل إلى القدر يعني هذا الاجتهاد اللي انتهى إليه علماءنا، فاستقر العمل على عيار 21
مراعاه لمصلحه الفقير والمزكي، مش واحد دون الاخر، مراعاه لمصلحه الفقير والمزكي في وقت واحد. استاذه زينب عليها عندها طفل رضيع، وبعدين بتقول انه لما بيعمل بول عليها هي تغير الملابس ولا تعمل ايه؟ ان كان الطفل بتاعك ده ست زينب بيطعم، يعني بدا ياكل وياكل ويشرب وكده، فلا بد من التطهير والغسل وتغيير الملابس. طب ده لسه صغير في الرضاع، لما دخلناش اكل لسه، يبقى بيعفى عن ذلك. بس هتعملي ايه؟ هتنضحي الماء على الملبس، اصاب الملبس الماء، بول الرضيع ده اللي لسه ما بداش ياكل، بنضح الميه، انت عارفه نضح الميه، برش ميه خلاص، بسيب الملبس ده ينشف. وطبعا لازم اقول لحضرتك ان الاولى في الاعتبار الاحتراز منه، لو انا اقدر اني اغير، لو اقدر ان انا يعني اغير الملابس، فهو يبقى ده الاولى والافضل. لا صعب، هناخد بما قلنا لحضرتك في تفسير المساله. على حضرتك ايام ينفع صوم في شهر رجب؟ ايوه اختنا الفاضله صومي، والمسارعه الى قضاء الايام اللي على المراه قبل دخول شهر رمضان ده شيء مطلوب، واحنا في شهور مباركة، احنا في شهر احد الاشهر الحرم، الحسنة فيه مضاعفة كما ان السيئة فيه مضاعفة، فاسرعي بقضاء هذه الايام، خديها يوم او يوم، لا خديها اثنين وخميس. وستنا عائشة كانت تقضي ما عليها من ايام في شعبان قبل دخول رمضان الذي يلي رمضان السابق، فاحنا سارعي بقى بقضاء هذه الايام. الست نورة متجوزة بقالها 17 سنة، وفجأة اكتشفت ان الزوج يعني عايز يتزوج بامرأة اخرى، او على وشك انه هيتجوز بامرأة اخرى، عندها ولد وبنت، هي متأرجحة في قرارها، مش عارفة تاخد قرار. انا بس هقول لحضرتك اللي بقوله دائما ابدا، ما بقتش اجابة ثابتة، بس من استقراء الوقائع الحياتية لكثير من النساء في المسألة دي بالذات، الموضوع ده بيبقى عايز حكمة كبيرة جدا، وعايز كده الواحد يهدى ويصبر ويطلب من الله المدد انه يعدي المرحلة دي، يطلب من الله المعونة والتوفيق تعدي المرحلة دي على خير. هاخد قرار حيوي زي الانفصال وهد البيت، لازم ان انا استخير واستشير، استخير على هذا القرار اللي انا عايزة اخده، مع الاستشارة القرار ده مظبوط ولا مش مظبوط، ومظبوط لولادي في المرحلة العمرية اللي هم فيها دي دلوقتي ولا مش مظبوط. ممكن يبقى قرار عايز اخده بس يكون مؤجل، وممكن انصرف عنه، ممكن هو ينصرف عن هذه المرأة وحياتك تستقيم بعد كده. يعني لازم اخد في اعتباري كل الاجراءات اللي بتحافظ على الحفاظ على البيت والاسره، مش باخد قرار فردي، لا انا هقدر، لا انا مش هقدر. ما انت ممكن ما تقدريش، تقدري او ما تقدريش، بس ولادك يبقى عدم قدرتهم اشد، وتضيعي العيال دي من ايديكي. الموضوع عايز حكمه كبيره، واني اقلب وجهات النظر واقعد افكر لو خدت القرار ده هعمل ايه، لو خدت القرار الفلاني التاني ده هيحصل ايه، مش معاكي انت بس، مع اولادك كمان. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الدعاء، إلزام الدعاء أختنا الفاضلة. إحنا خلاص كده في النهاية. طيب معلش، إحنا إن شاء الله نجيب باقي الأسئلة غدا بإذن الله تعالى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقض لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.